خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد It's important to know how tawaf works. Where we will hopefully make, inshallah, we'll try to come in from where we're coming from, King Fahd. So once we get gate 79, so, which is always good because it gives you the empathy. Yeah, so once we come in, we turn right. Tawaf has not started. We will still need to walk a bit. Some people think that walk, we have done one. No. You will only start when you see the green light. When you see the green light, that is when you start. So the walk we walk before that first light is just ibadah. We'll just be saying it's part of it. من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب لا حول ولا قوة أرجو بها مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. Lori pe se ti wo se nu ile Olorun bo pa gogo ti n jere ijo agbadu yo pa won re ohun wa o wa se something to n je equivalent eni to n saburu lowo nu ile e gba buri ti yin se. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله ني وابو تجي فيما آتاك الله الدار الآخرة بغبغبرا تي مو فيين اوو تي مو فيين الله تي مو فيين اي في وا اوجو ري مي اولورun اوبه في وا الجنة مي ولا تنسانا نصيبك من الدنيا. الله ني غبغبو بو سي وا وا الجنة تو تو وا اوجو ري مي اولورun لا تنسانا نصيبك من الدنيا غبغبو تو جي نكان مي ري مي ري تي نبه نلي ايي با ون لو
biyan ba lo biyan ba lo private jet muslimi iwo na aspire lati lo lona eto bi won ba nlo Rolls Royce won na ba won lo lona eto la tan sa ni si ba kamina du ko wa so pe nitori pa wa ti je muslimi nitori wa an umar thumma ridha an abi bakr wa an umar thumma ridha لقد جاءنا نذير فغضبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور فبلغ مقاصدنا يا